والجهاد. وفكرة إنشاء هذا المركز بهذا الموضوع والشكل جاءت بمبادرة من باحثين وأكاديميين وأساتذة جامعيين تربطهم علاقة انتماء بمدينة العرائش وبالجهة التي تتبع إليها، وبدعم من زملاء لهم يشتركون معهم في هم البحث في مجال السياسة العمومية وتدريب الشأن العام المحلي والجهوي. وكانت القيمة المضافة لمشروع هذا المركز هو تركيزه من خلال النطاق التأسيسي على مجال السياسة العمومية وتدبير الأزمات من وجهة نظر قانونية تنموية اقتصادية واجتماعية. وكان النداء الملكي الأخير بضرورة اعتماد نموذج تنموي جديد مناسبة ليجمع من خلالها المركز أو المجلس الإداري للمركز على مصاحبة هذا الورش الكبير الذي سيعتبر الأساس الاستراتيجي الذي يجب أن تشتغل عليه الحكومة الجديدة والجماعة الترابية إلى جانب اللجنة الخاصة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد التي عرفت تعيين الملكي الأخير لرئيسها مؤخرا، والذي نهنئ بهذا التعيين ونتمنى له التوفيق. وعلى ضوء ما تقدم وفي ظل الانتظارات الشعبية المرتبطة بتفعيل الالتزامات المؤسساتية والقطاعية المرتبطة بالعمل لتأسيس نموذج تنموي جديد للمملكة المغربية يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الدولية وعصر الثورة الرقمية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومبدأ التشارك في تحقيق التنمية المستدامة وطنيا وجهويا في إطار عدالة وجهوية حقيقية في آخر مراحلها لتحقيق الاستقلال التام طبقا للضوابط الدستورية والقانونية. في هذا الصدد لتشكل أساس النموذج التنموي الجديد انطلاقا مما تقدم ينظم اليوم وبشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش وبدعم الجماعة الترابية للجهة، أقصد هنا الجهة المجلس الإقليمي وجماعة العرائش، أول نشاط علمي له اختار له موضوعا رهنيا هو الجهوية المتقدم والنموذج التنموي الجديد. وبحضور ضيف شرف كبير نرحب به باسم المركز ورئيس مؤسسة دستورية محورية، فأهلا وسهلا بالأستاذ رضا أحمد رضا الشام الذي نشكره مسبقا على قبول هذه الدعوة رغم إكراهاته الكبيرة التي نتفهمها. كذلك نرحب بجميع الضيوف الذين سينشطون أعمال هذه الندوة ونشكرهم مسبقا على تحمل عناء السفر في هذه الظروف، فمرحبا بكم في مدينتنا العزيزة وشكرا.